دكتور مصر وعطى لي واحد الصديق دوريد، قال لي ان الوالد ديالك اللي هو رجاوي بيان سور غادي نعرفه من بعد القصه ديالو، كان كيلعب مع الوالد ديال في التوحيد الوداديه في ميامي قبل ما تزاد لا انت ولا ادريس. كانوا مشهورين قبل ما قبل ما نلعبوا هنايا. يعني بالفعل اكيد يعني كانت العلاقه بين الوالد وبين السيف التوحي يعني. ودريس راه خويا وحبيبي، كبرنا جميع من الصغر وهذا يعني. تحيه لافامي فتوحي من هذا المنبر هذا، وهذا الشيء اللي كاين. دونك خويا ادريس، البدايات ديالك انت من صغرك، بعد اصلا الوالد ديالك رجاوي، جدك ودادي، وكيفاش مشيتي انت كان ذاك الاختيار ديال الوداد؟ خويا الاختيار ديال الوداد كان الوالد، انا رجاوي يعني رجاوي بير، ولد سلطان، حتى ولد الوداد جريد وان. ما شاء الله ما تبعناش طريقه. ايوا خويا، واحد انا اللي داني الوداد هو جدي الله يرحمه في هذا النهار هذا. يعني كنت واحد النهار لاعب في الزنقه، عندي شي 6 سنين ولا 7 سنين، وكان زقلاتني واحد الطونوبيل مع هو دايز، وقال لي شدني ضربني بواحد الصفيقه، طلع مسكين عاقل الله يرحمه في النار، بدا تيبكي، وقال لي انا واخا ما عنديش، قال لي غادي نتقاتل ونقيدك وهذا، وغنشوف احسن فرقه كاينه هنا في كازا وغادي نقيدك فيها. دابا وصافي شوف واحد القضيه، دابا شوف واحد القضيه خويا رضا، دابا تيقول لك رب ضرة نافعه، دابا ديك التصرفيقه كانت سبب بان رضا غادي يمشي في الباركور ديالو مزيان مع الوداد وغادي يدير سميه في سبحان الله الكره. العظيم. هذيك التصرفيقه واحد النهار جالس انا ويا مورا شي عامين، عاوتاني سبحان الله جالسين قبل ما يموت مسكين، جالس وداز، كانوا دايرين واحد وين ذاك دوكيومونتير ديال على مارادونا، وكان هذا وشافني، قال لي يحييني الله تنشوفك داير العشره، قال لي وتتلعب انت ونشوفك في التلفازه وانا باقي صغير، بقيت كنضحك. قلت له ما زعما ما نضمنش زعما بعيده، والله يرحمه فضل النار، الحمد لله بهذيك الله يعني به يرحمه. كما كنقول بعد الله سبحانه وتعالى، وصلت لذاك الشيء اللي كان كيتمنى، وفرحت بزاف لانني يعني وصلت، يعني ابار لراسي ولا لا فامي ديالي لجدي، يعني كان هذاك هو الهدف الاول، هو جدي وصل لذاك الشيء اللي بغى، واخا ما كانش عنده مسكين وتقاتل وكذا، وهذا الشيء اللي كاين. كان ودادي هو ما كاينش اللعب، ودادي بيو. هذا هو التساؤل اللي كنت نتمنى نكذب شويه ونسوله، علاش هو ودادي وكان ولد رجاوي. وكان زعما قبيح، وكان قبيح وكذا، وما شدوش الطريق. شوف هاد الناس الله يهديك. دونك مشيتي للوداد، مشيتي على 6 سنين ياك، مشيتي على 6 سنين للوداد، بديتي صغير ست الوداد سنين من سوري دراسة ست سنين 6 سنين. ست سنين بالضبط في 92 91 92 الاخر ديال 91، كان عندي ديك الساعه 6 سنين ونص، 7 سنين صافي. من تما بديت مع لي بوسان، مينيم، كادي، جونيور، حتى الحمد لله لعبنا مع لي سينيور. وكيفاش كانت البدايات ديالك مع الوداد في الاول؟ بديتي دخلتي، كيفاش حسيتي هذاك احساس؟ عرفتي الوداد في ذاك الوقت راه كانت عرفتي السميات، وعرفتي واحد داخل كتدخل الوداد كتحس بواحد الاحساس في شكل. وفي سكيل وديال بصح يعني في هذيك الوقيته انا شي لعابه، فاش كنت في الجونيور يعني كنت كنتصور مع شي لعابه، يعني كان حسن ابرامي، كان ديك الساعه شكون حموده بن شريفه، كانوا يعني قدام شويه، كان يعني امنيتك انت كتفرج فيهم، وليتي جونيور وليتي قريب ليهم، وواحد النهار عيطولك وليتي دخلتي معاهم، يعني ذاك الاحساس ما نقدرش نوصفه لك، يعني راه الدراري اللي لعبوا تقريبا راه كلشي تيكون عنده، ما عرفتش فرحه وخلعه وفهمتي، ما عرفتش شنو خصك دير. وسيرتو في البدايات يعني الانسان الا ما لقاش اللي يعاونو كما تنقولوا، ولا الايد اللي تقف معاه، يعني راك تتعاني ديال بصح. صح الحمد لله ملي طلعنا لقينا دراري الحمد لله وقفوا معانا، الحسن ابرامي، لويسي، شميشه، خامه، يعني دراري بزاف الحمد لله لقيت اللي طلعت فيها انا، يعني دراري يعني وقفوا معايا، يعني ماشي وقفوا يعني وقفوا معاك بواحد الطريقه، يعني خلاوك ترتاح، هذا رافقتك هادي وهذا، وخصك شي حاجه وكذا، وشوف خصها الكره ما كاينش المشكل، حنا راه من موراك ماشي مشكل وهذا. والحمد لله مع الوقت ومع دوك يعني مع دوك النصائح ديالهم يعني تأدابتيت مع الجروب، والحمد لله هادشي اللي سهل عليا، بديت لعبت صغير. دوريت قال لك واحد السيد فؤاد الله يرحمه، تحية فؤاد ديال الله يرحمه، الإذاعة، فوفو خونا وحبيبنا مسكين الله يرحمه فضل النار كان ويستر كيعلم عليه، على شي طرائف وقعوا معاه. مع فؤاد. دروغبا دروغبا ياك ها دروغبا
عادي الله يصلح علينا وصافي. الله يحفظك. الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع المسلمين دوغي وجميع ديالنا سلم المسلمين. عليه بزاف، تصيفط لي ها؟ المراجع واش دوغي ديالنا ياك؟ الله يودي. وصلت لي يا خويا النوامه، انت عندك هاد النوامه كاملين مخبيهم الله عليا. يودي، ما تخممش، شوف هيسالي اللايف غادي تشبعك نوامه. مرحبا قبيله عيط لي حبيبي، كيف معك قلت انا سينو والله وعيط لا لي فاضل دوري بليزير. اللي بعد. الله يودي والله الا لو بليزير غير بارطاجي اخويا الله دول يا يحفظك زال. يلا باي. رضا الوداد دوزي معاه واحد ليبوك ما بين 2004 ياك 2004 2009، خمسه ديال المواسم دوزي مع الوداد يا 2003 ديال خمس تقريبا، سنين. 2003 حتى 2009 يا كي دازت هذيك الوقيته مع الوداد؟ وعاود لنا على لي كوليس، عاود لنا على لي بريم، عاود لنا دابا غادي تجبد لنا من القاع الخارجي، دابا ما كاين غير لي سكوب اليوم. يا كسيدي. مرحبا اخويا، مرحبا الله اخويا. يحفظك الوداد انا تنظن يعني البدايات كتبدا، الهدف ديالك الاول هو انك تلعب، ما باغي والو، باغي غير تلعب وباغي دير سميه، تيكون هذا هو الهدف ديال اي لعاب طالع. يعني بغيت تبان تولي معروف، هذا يشوفوك الناس، فهمتي السميه، وهذا كيكون هذا هو الهدف ديالك الاول. سو انت كتكون يعني دماغك مع كوره، كتكون عاطي ديما. الدراري الصغار كيكون طالع صغير تيبان لك طالع بالجهد ومزيان، هذا حيت دماغه مع كوره، عنده باغي يتشهر. هذا الشيء علاش يبدا مزيان. كدوز واحد الوقيته بشويه بشويه، الانسان تيبدا يلعب، الانسان السميه كبدا دار. يعني الانسان في هذيك الوقيته ديال الانسان اللي خصو يحضر راسي، يعني يحضر راسو ديال بصح. يعني في هذيك الوقيته اللي كدير ديال السميه، صعيب انك تدوي مع المكتب ولا تقول لهم زيدوني، ولا حيت قلتي لهم زيدوني غتبان بحال زعما راك شفتي راسك، فهمتي، حسيتي براسك، كل شيء دابا باغي الفلوس. يعني كما قلتيها غادي يترجموها هما، ولا حاس براسو، ولا كيدوي على الفلوس، ها ويلا لعب جوج ماتشات، فهمتي. يعني هذا الشيء اللي تيوقع لشحال ديال اللعابه، كتسمع عنده مشكل هذا وكذا، يلاه طلع وهذا، حيت هذا الشيء اللي تيوقع في الغالب. اما مني يعني انسان، يعني علاش دابا البطوله ولات بروفيسيونيل، وليتي مني اوتوماتيكمون كتجي كتسيني عندك داك الشيء باين واضح. حنا شحال هادي كتطاح، انا كنت يلاه بديت كنلعب، كنت كنماركي الوداد، نيكس باقي صغير ماركيت، وداز البريم الفرقه، داز لي انا دومي بريم، قال لك حيت باقي صغير، وانا اللي مضحك اخويا وباقي صغير، هو اخويا غير الكبار ما ماركاوش الكبار. هو اخويا هذا الشيء اللي كاين، صافي تيبقاو عليك بحال هاد اللعيبات هادو، خصك انت تكون شويه. ولكن واحد السؤال، واحد السؤال رضا، واحد السؤال اللي حتى الشيء تيوقع، راه باقي واحد شويه منه تيوقع اللعابه بحال بن حالي مؤخرا مع الرجاء، يلا عبد الكونترا داك ولد الفرقه ديما تيكون عنده مشكل مع واحد جديد، يلا جاي كيديروا ليه بريم سيناتور، كيديروا ليه سالير مزيان، كيديروا ليه كل شيء، وهذاك ولد الفرقه اللي كيكون تقريبا هو السنسول ديال الفرقه، كيكون عنده واحد السالير وعلى هذاك، وعلاش حيت ولد الفرقه؟ هذا مشكل كبير اخويا. هذا ماشي مشكل كبير، هذا هو المشكل اللي كاين، غير كاين هذا المشكل هذا. مصطفى بيدودان دخل، مصطفى بيدودان مرحبا الكدوليو. دوريو ستوف الغزال، احسن افون سونتر في العالم، الله يودي، تحيه ليك. احسن رجل سوق، هو نعم الرجل، شكون؟ هو نعم الرجل اون ترافات. نعم رجل، مادام ضربتها من سونتر وتبعها نعم رجل. كاين ستوف، كاين وشو اخويا كاين. رضا، مشيو دقه دقه، راه غادي نبداو نحرقوا لي زانفورماسيون الناس، راه الناس عرفتي شكون واحد سولني على البارا البارا البارا. الاخوان راه كاين البارا وكاين حوايج اخرى غادي تتعرفوا عليها اليوم ان شاء الله، ابقوا معنا اليوم رمضان، احنا باقيين حتى السحور ان شاء الله، بسحرين عند رضا في الميريكان مرحبا في مرحبا، الله واشنطن. يودي، مرحبا بكل شيء، الله يودي، الله معاك كبير يحفظك هذاك. الله يحفظك، وقلت لك الله اخويا يخليك، هادشي اللي عارفين كاين، قلت لك يعني بنادم هادشي اللي واقع بزاف ديال اللعابه، هذا هو المشكل. كيكون بنادم كتكون ولد الفرقه ما فهمتي، كتبدا بحال مثلا انا اكزومبل، ماشي انا، ما حنا طلعنا شي خمسه ولا سته ديال الدراري، سنينا كونترات ديال 2.5 مليون العام، فهمتيني، 2.5 مليون العام، جوج يعني مليون ونص العام، العام هذه كونترا يعني ديال شي 60 ريال، 60 شي مليون 60 ريال في السيمانه. اربع دراهم اش بستيني. او تنقول لك اشنو كاين، تنقول لك اشنو كاين يعني. ولكن كما قلت لك، يبقى الانسان باقي صغير دماغه باغي يلعب، يعني قالوا لك سيني ولا راك ما فهمتي ديك اللعيبه ديال ما الله يطلع، طلعش. انت باغي تطلع، انت فهمتي، انت باغي تطلع، كتقول لهم مرحبا سيدي، كاع ما قريناها كاع، فهمتي، ما عارفين والو، الانسان باغي ديك الساعه ما كان لا شكون ديك الساعة محامي لا الرئيس اللي كان، شكون في الشتالي ولا شكون؟ كان في الشارع يا خويا فاش طلعت انا، يا
كان في هذاك القيتال في الشارع. فاش طلعنا هذاك طلعنا حنايا سنين هذوك الكونترات ما كاينش المشكل، ماشي باش تبدا يعني، باش تبدا ماشي مشكل. طلعنا لعبنا يعني دوك حنا طلعنا شي 4 ولا 5 الدراري الاخرين شي مشطريطي شي هذا، الحمد لله انا بقيت. وهذا دازت الوقت العام الاول العام الثاني، يعني بنادم تبدلات الوضعيه والانسان معروف شويه، السميه تبدلات فهمتي، وليتي كتلعب تيتولير ما بقيتيش غير فهمتي، وليتي هذا. وباقي الكونترا اللي سنيتي ملي طلعتي فيها 5 سنين فيها 2.5 مليون، يعني العام يعني شنو خصك دير؟ ما كان ديك الساعه لا قانون لا بروفيسيونيل لا والو. صافي طلعنا دوينا مع الناس هذوك الوقيته الى ممكن هذا، ما بغينا والو، زيدوا لنا شويه 2.5 مليون العام راه عيب، ماشي وقيلا حرام. المشكل مليون، 2.5 مليون العام وسميه، ماشي زعما كتمشي في الزنقه تيشدوك الناس تيسحبوا الناس في الدين ديالو، انت راه كتشد مليار في العام، راه دابا هذا هو هو المشكل. المشكل اللي واقع بنادم دابا تيبان لك سيوت، ولا كنتي نقي شويه وتتلبس مزيان وهذا كتبان ملايغي فهمتيني. بين قوسين تحيه للسي حسان حاجيله، هو كيشوف فينا حتى هو التكتوكي، هو اللي كيصايب لنا الجرافيزم وداك الشيء، الله عمره ما تسلع سمعتش، ما مشي سمعت الفن. السميه شكرا. حسن حاجيله، حسن حاجيل اخوان اخونا، اخوان دابا تحياتي يسمعوا صحابنا في خوتنا. مرحبا، تحياتنا الله يحفظك، ورمضان كريم حبيبي. الله يبارك فيك. هي هذيك 2.5 مليون جيتي تهضر انت مليون ونص قلت لي هكاك، بنادم تيصحابك تتاخذ، بنادم تيصحابك تتاخذ زعما بزاف ولا هذا، ولكن بنادم يلاه طالع واحد الوقيته كتولي سميه العام الاول العام الثاني هذا، وقت ليكيب ناسيونال وهذه في البدايه كانت شويه ليكيب ناسيونال كانت تخلصوا من هنا ومن هنا، ما كانتش باينه فهمتي، كتاخذ من هنا ديزا ماشي مشكل. وكنت انا صراحه ملي كتكون يلاه طالع ما كتكونش فاهم شي حوايج، ما كتكونش عارف شنو هي كونترا، شنو كيفاش غادي دير، شكون غادي يجلس معاك، عندك يقول بوك، عندك هادي فهمتي، ما عارف والو، تيقول لك جي هادي فهمتي، تطلع قال لك رضا كتركب على سيارة فاخرة ديك الساعة، وكتركب على سيارة فاخرة ب2.5 مليون. والحمد لله قلت لك كان الانسان هو نقي وكذا، كتبان عليك انك راك يخلصوك فرقتك مزيان وكذا، الحمد لله. يعني قلت لك زعما شي حوايج تيوقعوا صافي، يعني في هذيك الوقيته كونترا فيها 5 سنين العام الثاني، يعني لعبتي عامين العام الثاني ديالك، العام الثاني ديالك بقيتي هكاك، طلعنا زعما الا ممكن تزيدونا شويه راه داك الشيء راه ما 2.5 مليون راه الكونترا القديمه. قال لك اوكي راه كانوا ناس قدام كانوا هادي، دابا غادي كل شيء غيتبدل وغادي نعيطوا قريب باش نقادوا لك هذا سميتو. قلت لهم اوكي صافي ماشي مشكل، دير دماغك معاك وخليك، خلي الدماغ صغير فهمتي، ديك الهضره ديال كيبغيو يرجعوك انت اللي ظالم، خلي الدماغ صغير وهذا اوكي. صغرنا الدماغ نزلنا لعبنا هذا ما عيط لينا حتى واحد، داز الوقت عاوتاني طلعنا ديها في كوره وديها في داك الشيء ماشي مشكل. عيطوا لنا خويا جابوا لنا كونترا، جلس معايا السيد هذا كونترا ف 8 المليون العام اللي راه قادوها قادوها زعما، وليتي سميه وكذا، وجابوا الكونترا ف 8 مليون العام، ولكن زادوا لك الصالير من 3000 درهم مع ديك 2.5 مليون 3000 درهم كانت، غنزيدوك في الصالير غادي يولي 5000 درهم ونعطيوك 8 اللاعب. قلت لهم اخويا خليها هذيك القديمه ديال جوج ونص، بعدا تبقى لي في دماغي انه زعما راه دوك اللي كانوا قدام هما اللي داروها باش من، حيت لقيت فكرت هكا ما نقدرش نلعب. وصافي اخويا لعبت، بقيت كنلعب بهذيك الكونترا، ولا كان شي واحد يكذبني بقيت كنلعب، حتى جيت من الوداد بهذيك الكونترا ديال ديك 5 سنين 2.5 مليون العام، وكانت 3000 درهم صالير ولات 5000 من بعد. صافي هذا هو اللي كان، وتلعب وكان بان بحال كناخذ الملاير، كنا كنلعبوا اخويا على داك التوني فهمتي، وداديين تتلعب وكطيح وتتنوض الفرقه هي الاولى، والفلوس غتجي الفلوس غتجي، ما جا والو. ومن بعد فاش وصل 2009 العام الاخر فين وقع لي المشكل مع اكرم، دوز كنت مع كان كنت ماركيت هذاك العام شي بيوت ديسيزيف دخريت قال مسيره وجده. المهم هذا، وكان واحد النهار كان عندي العرس ديالي في شهر 7، يعني كانت في هذاك غيسالي العام غادي يكون عندي العرس، وكنت طلبت كان عندنا عشاء وكذا، ودوينا على دويت معاه هذا على هذا، قال لي لاصال سيدي، قلت لي شي ثمن مناسب وكذا، قال لك لاصال يعني من عندي. اي صافي شكرا الله يخطيك وهذا. داز هذا جا في نهار جا لاداب ديال العرس، داز كل شيء مزيان، كنا خسرنا الفينال ضد ديال كاس العرب مع الترجي. صافي داز الامور كل شيء سال، العرس غادي نبداو العام الجاي عاوتاني كونسونطراسيون وداك الشيء، دازت الفلوس مع دازتنا كان خصها دوز شي 10 ولا 12 مليون حيت خسرنا في الفينال، دازت لي انايا 3. علاش اخويا
ثلاثة دازت لي، وأنا بالكوطة القديمة ديال جوج ونص وثلاثة دازت وأنا ماشي ده يعني في 2009 رسمية الحمد لله ديك الساعة، يعني من 2007 8 9 صافي، ما بقيتش هذاك دوري مازال يلاه طالع ولا فهمتي، صافي راه الإنسان زيد من عندك فهمتي، صافي ما شفنا والو. السيد داز ثلاثة، علاش أخويا ثلاثة؟ لا قعدنا لك لاصال ياك أخويا، حيت خسرت الفينال قعدتي لاصال. وأخويا وتخيل معايا أنت، واخا تكون يعني ما عرفتش أشنو مروبو على هذا الشيء اللي عاودتك وما دخلتش معاك في ديتاي وبقى صافي اخويا، خلينا اخويا بعزه ما ماشي من ذاك النوع اللي نقول له هذا الصحافه واشنو كاين، صافي دزنا سلتنا في حالاتنا هذيك الفرقه في القلب. مي الناس اللي كانت في هذيك الوقيته شي ناس ما تهلاوش ما تهلاوش ولا الفرقه، يعني كتسمع اللي كذا اكثر كنت لاعب كتسمع واحد كياخذ جاب 180 وبغى يعطيني انا 8، واحد جاب كذا وبات هذا، مرحبا انا ما عنديش جميع. ماشي ضد البغاني، مرحبا باي واحد الله يسهل على الجميع، ما كاينش شي بغانيين كيجيو كيبان لك عندهم النفس اكثر من شي وحدين ولا الفرقه كاع، فهمتي شنو نقول لك؟ غير هو كتبقى علاش ولد الفرقه ما كتهلاش فيه على زعما الحد ديالك، لا وصافي انت هادي وفهمتي، ما حيت ما غاتسمعش انك جبتيه ب 400 راك جبتيه ب 300 ولا داك، حيت هذاك ولد الفرقه ما تقدرش تقول راه عطيته عاوتاني ولا دويتي على الكونترا القديمه، ما غادوي على والو، هذاك ديالك تبقى بلا سميات راه بزاف، شميشه حيق وسكومه عدي كاملين هادو، ودابا تخسر الملاي وما تجيبش بحال هاد اللعاب هادو، جيب جيب شي لعاب دابا كيبان لك في البطوله الوطنيه يكون تكنيكمون يعني لعاب كبير، تيبان لك عند لعاب فيزيكمون مزيان داير تيجري وداير طوال صحاح، مي قليل فين كتلقى شي كويريه كيجيو مغامره وصافي. وهذا الشيء اللي كاين اخويا ديال يعني الخلاصه، انا كانت الفكره ديالي اخويا ما كاين لا بغا لا والو، انا كنت باغي نلعب مع الوداد نبقى يعني ماشي نولي غني، بغيت نولي يعني تكون داك الشيء الانسان كبير تزاد وليدات كذا تكون داك الشيء في الموسم يعني في الوسط وصافي، ما تعطينيش قد كاع هذاك البغاني يعني ما تقنعنيش كما كنقولوا، وهذا الشيء اللي كاين الشيء اللي كاين الله يسامح الجميع. هذا الشيء اللي كاين اخويا رضا. وخويا رضا الذكريات اللي عندك مع الوداد، مع الجمهور الوداد، مع الفرقه، مع الديربيات، مع عاود لينا جبت لينا اخويا الخبايا ديال ديك المرحله اللي دوزتي معاه، نهضروا على البار امين بوقادي خاصمك معاه خاصمو انا مع كل شيء هو صاحبك امين خويا امين خويا حبيبي خويا، ذكريات راه بزاف ديال الذكريات، يعني راه الجينيراسيون تتبدل، يعني الجينيراسيون اللي طلعت انا في 2003 و4 و5 يعني طلحه خماج يعني الشميشه الدراري كان واحد الجو في شكل، وعاوتاني طلعتي جينيراسيون اخرى عاوتاني فجه جويعه جام ستاف يعني تبيض وضان يعني جو دراري بزاف يعني وطلحه طلحه عندك معاه شي ذكريات؟ طلحه عندك معاه شي نويطات مزيانه؟ لا ما عندي طلحه كيش قلق لينا اخويا، لا انا اخويا خلي طلحه صاحبي، طلحه ضحكنا معاه تقلق صاحبي الله يسلمك، طلحه خونا واحد بيدنا نقلبوا على شي طريفه مع شي واحد شي واحد خونا يعني. وتحية الصطوف من هذا المنبر هذا رمضان كريم اخويا، الله يودي قلت لك اخويا شنو بغيتي نعاود لك اخويا بالضبط، شنو بغيتي تسمع؟ عاود لي على الاجواء ديال انت داخل التيران داك الجمهور ديال الوداد، العلاقه ديالك مع الجمهور ديال الوداد، كيفاش كتحس انت لعبتي مع الكوكب، لعبتي في ميريكان، دابا كتدرب في ميريكان، كيفاش ديك البدايات ديالك مع الوداد مع الجمهور ديال الوداد مع ماتشات ديال الوداد؟ اخويا بعد تحيه للجمهور ديال الوداد من هذا المنبر رمضان كريم، اخويا الجمهور ديال الوداد بالنسبه لي انا احسن جمهور في العالم، يعني ماشي تنقول هادشي زعما حيت ما مشيت، لاني راه هنا عندهم الفراقي لعبنا برا كوب دي موند ما خلينا فيه مشينا مع ليكيب ناسيونال، مي تيبقى داك يعني سيرتو الا كانت ما عرفت حيت انا ودادي ولا ما عرفت يعني تيبقى داك الشيء، انا ملي كنا كنكونوا لتحت كتسمع هادو بالدروش كيديروا داك حاجه ما نعاودش لك صافي النص طاح الله يستر صافي، ملي كتطلع وكتشوف هذوك التيفوات وبنادم راه انا بالنسبه لي تنقول حشومه هذا الجمهور يمشي بلا شي بيضه ولا بشي فهمتي شي لعيبه شي لعيبه خفيفه بعدا تنشط هاد الناس شي مسويحه هادشي اللي كاين فهمتيني، يعني ابار باح ديما، لكن المهم بنادم كان تيلاحظ هذا دابو دخل شي لعيبه في الماتش فهمتي كما قلتي شويه الملحه شي نويطه زوينه باش الناس تمشي مبتسمه ماشي رابحهم قلق
هو هادشي اللي كاين اخويا، يعني العلاقه مع الجمهور ديال الوداد الحمد لله العلاقه مزيانه الى يومنا هذا الحمد لله. يعني كتشوف الناس كيف شحال الحب ديال الناس، الناس وحشاتك، داكشي ريسيبروك كما تنقولوا، يعني داكشي متبادل. انا شحال مره تنكون جالس كنتفرج في الوداد وكتسمع الديسك ديال كل سنه، المهم كل ساعه نقول غني نسى تسمع السميه ديالك وانت جالس هنا والناس كتغني، يعني ما نقدرش نوصف لك هذاك الشعور. يعني تحيه كتبوس طابو كتبوس كما كنقولوا لاحسن جمهور في العالم. كتبوس ديك الساعة ملي كتسمع سميتك وكتسمع والله يا الجمهور خويا لو واحد تغني النهار عليك. عيني غفروا ليا وحق الله، الا كنت كنتفرج وفهمتي هو هذا وجات هذيك اللقطه نيت ديال التوره ديسك وما دوريازر، والله الا حسيت عيني غفروا ليا. يعني راه وقت صعيب. انا الوداد انا من 92 تقريبا، من 92 حتى 2009 وانت شفتهم اكثر من والديا، فهمتي؟ يعني بنادم انا الوداد راه كثير كنت عينو الصباح وعشيه، هذا من الصغر بنادم صافي. والحمر يعني الحمر كنت كان عزيز عليا اللون ديال الحمر، والوالد تيلبس الخضر تيقول لي تقدر تلبس معايا، تنقول لي لا خويا لا خويا لبسها انت اخويا. اجي عمرو ما قنعك زعما، ولا حاول يقنعك انك تولي رجاوي في الصغر ولا شي حاجه؟ بباسات تيلوح لي الويطات، فهمتيني؟ عارفني انا راسي قاصح وعارفني، وتيبقى يجيب صحابه، كان كيجيب صحابه من كنت باقي صغير شويه كانت هذا. وكان واحد الوقيته كان ديك الساعه مع الوالد اونترينور ديال راجا ديال الناطاسيون، كان صديق ديال كيعرف اللعابه ديال راجا وكذا، كانوا تيجلسوا جماعه، كان صديق ديالو فتحي جمال. وتحيه لفتحي جمال من المنبر رمضان كريم. وقلت لك وكانوا جالسين ودوا معاه، وكنت انا باقي صغير عندي شي 12 عام هذا، وبقى كيدير معايا تيقول لي انت ماش مبغي تجي راجا، فجي صاحبي جي صاحبي وحنا غنهزوك الفوق راسنا وانت اللعب ديالك ماشي ديال الوداد. يا خويا هادشي اللي تكتابو ان شاء الله دابا نفكر عرفتي هذيك باش سلت وصافي. كان تيحاول معايا تيقول لي هذا وانت اللعب ديالك وانت وداك السلطان واللعب ديالك قصير وداك الشيء ديال الرجاء وهذا. وقلت لي اخويا شحال هادي هادشي كنتي تقيدني شحال هادي اخويا، مني ما كنتش عارف اما اخويا مني عارف دابا راه ما كاينه الحمراء. وصافي ونهار ضربت عرفتي السونتر اخويا راه جرى عليا من الدار. المهم عاوتاني ويلي؟ ولا ما عاودتهاش لك؟ لا 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 ما عاودتيش ليه. واش هادي بصح معقول جرى عليك؟ نادي بصح هادي نهار اه نعاود لك اللقطه بالضبط كيفاش داز داكشي. المهم سالا الديربي ومعنا الدار تقريبا حداها تقريبا الاستاد دونور. المهم سالا الماتش هذا جايين فرحانين حنايا ضاربين راجا بجوج زيرو غادي هذا طن كاس العرش دزنا للدمي فينال. جيت للدرب لقيت بنادم الجمهور فهمتي الدقه مراكشيه هذوك الاجواء فهمتيني ديال الرباح ضاربه من السونتر فهمتي. وصافي جيت بحال هكا طلعت حلينا هذا الوالده فرحانه الوالده ودادي كلشي ودادي الوالد. طالعين اخويا غادي صحا سلام مع حل الباب وانا نقول ليها زمطه معلم، قال لي زمطه معلم راه داك الساك خذا داك الساك والله الا خذا الساك، وقال لي سير قلب فين شبات. ما تضحكش ملي انتو، ما تضحكش وحتى ما تيضحكش هو في هذا الشيء هذا ما تيضحكش والو. هو الوالد صاحبي وعبيناتنا علاقه زوينه، ولكن في هذه ما ضحكش في هذه. قال لي ياك وكان مقلق، هو مقلق دابا هو كان كيتقلق حيت كان كيتلاقى مع اصحابه رجاويين وعارفين رجاوي وانا ولده اللي ماركي فهمتي، يعني كيتحط في مواقف. واخويا قلت ليه ما عندي ما ندير. واش وقع عليك مع امير البرقان صاحبك وعشيرك وكتخرجوا اونسومبل وداك الشيء وضربتي على ديك البره ما بقاش يجاوب على الكره هذا التليفون هو المشكل الوحيد ديال الكره، كتجبد المشاكل فهمتيني. اه كتكونوا صحاب بخير كيجي التيان ما تيبقاش لا صحاب لا والو فهمتي، تيولي جو اخر. يعني ما كاينش داك الشيء ديال انا مع محسن متولي نيت حمرا، يعني خاصمنا وسط الماتش معايا جور ما يعني شحال من حاجه كتوقع وسط الماتش، وخا كنكونوا صحاب ديال بصح مي وسط التيران كما تنقولوا ما كيبقى لا صحاب لا والو. وهذيك اخويا ديال السونتر فاش كان غادي هو يعني ديجاجيها من حيت كان تلعب توش شكون كان لعب عليه واش تاج الدين ولا هذا لعب ليه الكره، وهو ملي غادي ديجاجي انا بقيت فهمتي انا راجع باللور مشيت السونتر وتنقول يا ربي ما ديجاجيهاش مزيان زعما يجي لو وقع شويه وتجي عندي انا غادي نضربها باش جاي باش غادي نرجعها. وصافي مع هو زاد دفعها بحال هكا ضربها، المهم هي كانت بعيده عليا شويه انا مع الدوره باقي ليا في دماغي هذيك هو باقي خارج فهمتي.
ما جوي عذرت كان هشام تما قلت هشام ما عطى لي في سدو بقات لي في دماغي صافي دا 3-0 وكره ملي كتبغي تشدك في السيور كتشدك في هذيك الدواره ديال الرجل هي داك الشيء اللي وقع شدات تما ومشات زازل اسامه مكرم يلا قال لك دابا الحمد لله اللي ما تماركاتش كنت ماركات كل مصيبه اسامه مكرم قال لكم ما تماركاتش كل مصيبه واقول لي راه لا قال لك الحمد لله اللي ما تماركاتش وراه قال لك بار احسن من بيت المشكله ماركا بيض ودان هذا هو الشيء ما بغيناش كنا باغيين زعما ماركا شي واحد ودادي بير ايوا ساعه جات من عند مصطفى مرحبا مصطفى لعب معاهم ورجع للوداد والقصه ديال البيضه ديال المتولي كيفاش القصه ديالها اخويا حيد عليا محسن حيد عليا خويا محسن تلعب مع الضفه الاخرى لا واحد السيد من قبيله هو صيفط شي 30 كومونتير البيضه ديال المتولي قلنا لا سيدي يلاه سير حنا نقراو غادي نقولوا هذيك اللقطه ديال محسن شت التصاور ديالها وداك الشيء صراحه ما عقلتش على لاكسيون بالضبط شنو كان مي فهمتي وتكون ما عقلتش مزيان ما عقلتش حتى ايش من ديربي بالضبط فهمتي ما كاين شي تصاور كيتخادو يعني في شي وقيته يعني ما كتعرفش شنو طرا فهمتي انا عاقل على دي زاكسيون عاقل على ديك الكره وسط التيران مع محسن ولكن واش بيضه ولا ماشي بيضه ولا ما عرفناش شنو طرا ما عقلتش مزيان الصراحه كونيكسيون كتمشي لك شويه خويا رضا ديال الواي فاي ولا 4 جي دابا مزيان ديال 4 جي خدام انا عندي واضح وكي كيجيك متولي محسن كالعاب زرق اخويا زرق اخويا انا اي واحد ما هذوك زرق اخويا انا اخويا محسن على راس العين رمضان كريم الصحه والسلامه ونتمنى لي كل خير ولكن اخويا زرق هادشي اللي كاين غادي يعيط لك دابا مور اللايف غادي يعيط لك يقول لك ياك خويا انا زرق المهم اخويا اللهم تقول زرق اخويا اللهم تقول زرق هادشي اللي كاين تحيه لمحسن هذا المنبر هذا قول لي يا خويا رضا شي ديربي بقى لاصق ليك في راسك اخويا ديربيات ديربيات جوج انا صراحه هذاك ديال السونتر حيت جرى عليا الوالد وديال لويسي هذاك واخا تبغي تحيدو ما تيتحيدش يبقى هنا هذاك غيبقى لكل شيء هنا هذاك ديال لويسي علاش لانه كيفاش دات البطوله ويعني طوا يعني ماركيتي وديتي بطوله يعني احتفلتي تما في وسط من الغارين تنقولوا يعني راجع يعني هذوك ما يعني تنتحاملوش حيد داكشي ديال الضحك ديال زعما لا وهذا ما تيتحاملوش وداد راجع يعني هذا الشيء اللي كاين يعني في هذيك الوقيته وهذاك اللي بيش وبديك الطريقه والجماليه ديال داك الهدف يعني الكمال الله سبحانه وتعالى وكان غا اكسيون كانت كامله وهذاك هو احسن ديال الصراحه هذيك فرحه لا توصف كيفاش انا كيفاش كنت لتحت وكيفاش كنا كنجري ويعني الاحساس ديال قلبك غيسكت لك بالصح ولكن الحمد لله واحد السيد ديما رجا قال لك 4-4 تفرجتي فيه ديال التعادل اخويا هذاك غا تعادل اتعادل اخويا وما ديتي به والو فهمتيني راه تعادلتي اخويا هاني شي عادي اخويا ملي كتجبدوا غير تعادلات ماشي مشكل ودابا نمشيو لسميتو المنتخب 2005 مع فتحي جمال درتو باركور واعر مع الدراري كان محسن ناجور تيبركانين امين برقادي طارق ندامو مجموعه الدراري بزاف ديال السميات خويا هذيك جينيراسيون ما غاديش هذيك جينيراسيون كما تنقولوا ما غاديش تعوض ماشي ما غادي ما يعني مع احتراماتي يعني دازو دي جينيراسيون يعني بدا مي هذيك الفرقه ماشي ما ماشي احسن فرقه كانت مي ما تهلاوش في هذوك الدراري كانت عندنا فرقه تقريبا ديال 22 ولا 24 واحد كلشي كيطير فهمتي كلشي كيطير بنادم كلشي قصير بنادم كلشي كيلعب في الارض كلشي متريني كنا دخلنا شي 3 سنين وحنا سادين عندنا في معموره كتخرج تلعب مع فرقتك وكترجع عاوتاني يعني واحد المده ديال 3 سنين بنادم يعني فهمتي مده 3 سنين وانت كتدخل كونسونطراسيون يعني وليتي فيزيكمون صافي وليتي بحال لعاب بروفيسيونيل في لوروب ولا فهمتي هذا يعني صافي فيزيكمون وملي كتكون فيزيكمون 100% وتكنيكمون تيكون لعاب تكنيكمون مزيان صافي
يعني راه صافي غادي يبدع لك ديال بصح. وحنا كان عندنا فرقات تقريبا كامله بحال كواك، يعني دراري قصار وتكنيكهم مزيانين والفيزيك تخدم. صافي مشينا دزنا الكوب دافريك، دزنا لا كوب دي موند، دوزنا كوب دافريك زوينه، دزنا لا كوب دي موند. وعلاش كنت كندوي بزاف على الفرقه هذه فرق طوفيها، ابار داكشي الناس اللي شافت في لا كوب دي موند، داكشي اللي شافت الناس وهذا كان محسن منه. كان يعني لعبنا دي ماتش اميكو مع الارجنتين ميسي، لعبنا لعبنا مع كولومبيا، لعبنا مع هولندا، مع دي زيكيب. دابا اللي اللعابه ديالهم كنشوفهم دابا كي باقي في ليكيب ناس، كنا كنضربوهم اخويا طارق، حيد الضحك حيد كل شيء. كنا كنشدوهم ماشي غير كنضربوهم، تنضربوهم تنبداو عليهم، حتى الجمهور ديالهم تيبدا يقول اولي اولي، كنا كنضحكوا عليهم فهمتيني. يعني كنا كانت فرقه يعني تبارك الله، كنا كانوا دغري في المستوى. واللي دار نيكسا هو من مور هذيك لاكوب دي موند، كل شيء طاح كما تنقول، حتى واحد ما لعب. هذا هو المشكل، هذا هو السؤال اللي طروح. ديك لا جينيراسيون واحد 50% منها مشات فهمتي. كنا رجعنا من لاكوب دي موند، يا جورج وسعيد فتاح كانوا فراج هذيك الساعه مع جاو مع، كانوا مشاو لسويسرا حرقوا، حيت هما كان عندهم نفس هذا المشكل ديال الكونترا، حتى هما 3 مليون في العام وداك الشيء فهمتي. صافي داز مشاو هما، وكنت واحد لقيت انا مشيت لقبرص، عقلتي علاه، في 2005 2006 كنت جيت انا مشيت. علاش بنادم كتشوف راسك محقور وما كاين والو، يعني كتولي باغي تهرب، ومي كترجع من ديك لاكوب دي موند وصلتي للدمي فينال، دومي فينال لاسبان ليطالي هادشي كامل حيدتيه ودزتي لا دومي فينال، وليتي انت والارجنتين بميسي ديالها ونيجيريا والبرازيل، بقيتي مع كاب دومي وليتي دومي في صافي، راه وليتي من احسن اربعه ديال الفرق في العالم يعني. وهذا ومن رجعنا داكشي اللي كنا كنتوقعوه وداكشي اللي كنا كنتسناوه ملي غنرجعو ما كان والو، رجعتي لقيتي راسك باقي مقموع نفس داكشي اللي كاين دابا، ديك الوعود الكاذبه. وكانوا من هنا ومن هنا، من شحال ديال اللعابه، من شحال ديال الفراقي، ما لقاوش داكشي اللي كانوا كيتسناو. هادشي اللي كل واحد فين مشى، التجارب اللي كاين، اللي فشل كاين، اللي رجع كاين، اللي وهادشي اللي كاين. ولا كوب دي موند اخويا اش غادي نقول لك، هذيك الماتش الاول، الماتش الاول كونتر الاسبان كنت ضربتي بيت في الدقيقه 85، والاسبان ديك الساعه شكون اللي فيها؟ دافيد سيلفا والسميات، دافيد سيلفا، فابريغاس، خوان فران، كانوا لعابه لورينتي، كانوا لعابه مزيانين. ولكن هذاك الماتش كنا كما كنقولوا لعبنا مزيان، البريمير ميطا بحال كنا شويه دايخين، لا كوب دي موند الماتش الاول كنا شويه بحال دايخين. وهذوك الاسبان زعما فرقه كبيره، هذوك ما عرفتش كيفاش ما وصلوش للفينال وهذا. صافي كانوا اخطاء، ولا شلا عقلتي راه جبيوت الاولين اخطاء، القنطاري كان باغي يرجعها الامين بوركادي، داك لورين تيغاس راس الجول بحال عطالي ماركاها، والبيت الثاني كوفرة سونترات داز خاويه دخلات، صافي بحال هكا باش ماركاو. انا الثالث ما عقلتش صراحه، وصافي جاب دخل، كان ديك الساعه دخل طريق بن دامو، دخل عاقل عليه، كان دخل في الدقيقه مع 80، كان هو اللي دار واحد لي شونجمون في هذاك الاخر ديال الماتش، حرك كما كنقولوا داك لو كوتي دروا. صافي جاب بيلانتي، ماركيتونا في شي دقيقه مع 84 ولا هذا، صافي وشديناهم في هذيك 12 دقيقه الاخر تقريبا، ضربنا شي جبارات، لعبنا مزيان يعني بحال يلاه بدينا خرجنا داك الشيء اللي عندنا، خرجنا من هذاك لو تراك ديال الاول، هذاك لو تراك وداك الجمهور. وكانوا معنا شي دراري ما كانوش كيلعبوا مع لي زيكيب، مع ليكيب بريمير، عمرهم لعبوا قدام مع فهمتي قدام الجمهور، ومع هولندا شفعانهم غير دابا ما نعاودش تكرا بحال لاعب في دونور. كان تيران داك الماتش كان في امستردام، ولا كان في امستردام ليه داك الماتش؟ داك الماتش كان في امستردام ولا في اوتريخت؟ فين بالضبط ما عقلتش؟ اوتريخت الماتش الاول مع الاسبان، اوتريخت امستردام لعبنا الماتش الثالث مع الشيلي. صافي يا سيدي الماتش الثاني دخلنا مع الهندوراس طنطنا ب 5-0، صافي الماتش الثالث مع الشيلي، الشيلي راه يلعب معهم فيدال، هذاك اليكسيس سانشيز، هذو المهم كانوا في هذوك الوقيته هما، وخاصهم هما تعادل باش يدوزوا هما والاسبان، وحنا خصنا رباح باش دوز هذاك، حيت راه الحين الهندوراس وتعادل غيدوزهم هما، غيولي عندهم 5 بوان حيت تعادلوا مع الاسبان هما. ايوا صافي يا سيدي لعبنا هذا، طارق بن دامو كان ماركا دقيقة 80 ولا ما عرفتش، هذا باكي نزل عليها 3 بوان، دزنا حنا والاسبان، وصافي دزنا حنا والاسبان كما تنقولوا حنا. داك الهدف ديالنا حنا وديال الشعب المغربي هو ندوز لك الدوزيام تور فهمتيني، كبرنا عليها كبرنا بحال كتكبر باغي تدوز الدوزيام تور فهمتيني. لكن بعد كبرتوا كرسكم ولا تيبان لكم الفينال؟ وصلنا من بعد دوزيام تور قلنا صافي راه ما بقى لنا ضغط لا والو فهمتي،
في الاول ديك اللعيبه ديال بقاو عندنا في الهضره، الطياره خدامه كتسخن زعما غنرجعوا في البلاصه وهذيك هذا، حتى وليتي ضارب فهمتي، ضارب الشيلي وليتي دايز، وليتي دايز سميتو الدور الثاني. صافي الدور الثاني كاش قلنا دوز مات زوين، تلعب مزيان وصافي، نخليو صوره مشابهه والله مرحبا. كفلنا الجابون تا هما كفلنا، وماركا محسن ياجور 1-0 في الاخر، 1-0 في الاخر برولونغاسيون. سالينا او ثاني طاليان كاب فينال كذا، هذا طاليان يعني ما عندكش فكره انك غتضرب طاليان، دير باتش مزيان وكاب فينال راه هزيت المغرب الدرابو غتهز صافي لاعبين هذا الطن. تحيه لامين بورقادي، جبت شي خمسه البيلانتيات في هذاك الماتش، فجبت جوج في الماتش وجبت ثلاثه في البيلانتيات. كنا خاسر، كنا رابحين واحد ماركا نبيل الزهر، تعادلوا معنا ما كيتعاد بلا مقول انا ماركا داك بيلي غرازياني ماركا تعادل بيلانتيات صافي. زقل زقل عبد الربي، زقلت بيلانتي انا صافي، قلت اليوم انا هو كبش الفيده صعبت الوالدين هو باجيو ديال المغرب الحمد لله، باجيو اللي تقلب واخا جرى عليا هضرت الوالدين وقفات اخويا ودزنا اخويا للدمي فينال. دمي فينال صافي، دمي فينال كنقولوا كما كنقولوا بوخلون كانوا طوال. الماتش ديال الطاليان، الماتش ديال الطاليان ضيعتوا فيه الطاقه بزاف، لعبتوا واحد الماتش كبير ديال فيزيكمون كليتو. الماتش ديال الطاليان كان كانت كان الشمس بعدا، كان الصهد، واحد الصهد كان تما، وحنا لعبنا برولونغاسيون عاوتاني لعبتي ديك الشوط اضافيه وعاوتاني لاكوب دي موند، ما كاينش بزاف ديال النهار ديال الراحه فهمتي، تتلعب تتلعب جماتشات ماتش جماتشات ماتش جماتشات ماتش فهمتي، صعيب. كانوا دراري اللي عنده حمراء اللي عنده هذا الصفرات فهمتي، ولينا لعبنا داك يعني داك ديال الطاليان بحال قلتي حطيتي في كاع داكشي اللي عندك، متي متي المهم ضربونا الا الطاليان فهمتيني صافي. ضربنا الطاليان قلنا ديك الساعه دمي فينال راه وليتي صافي، المربع الذهبي راه درتي اكثر من اللي عليك ونص صافي، راه كوب دي موند هذه والحمد لله صافي. خسرنا مع نيجيريا، دوزنا باكو زوين يعني، ذكريات زوينه مع الدراري يعني، ذكريات خليها على الله صافي. ودابا جبد لي الذكريات الاخرى، دابا شفنا هادشي، هادشي شفناه وتفرجنا فيه وشجعناكم وفرحنا وشدتنا التبوريشه وكاع داكشي اللي دابا جبد لي لي كوليس، لي كوليس ديال لا كوب دي موند. لي كوليس اخويا كاين شي لعابه باقي كيلعبوا ولا عاوتاني كاين شي لعابه باقي تيلعبوا دابا في المغرب، الا جبت لي كوليس يقدروا عطاهم شي اموند. لا داكشي اللي عطى الله عطاه، داكشي راه التاريخ مشى داز. سيدي مرحبا اخويا، لي كوليس في هولندا اخويا باقي عاقل على واحد النهار، واحد النهار كنا الماتش ديال الشيلي، فاش فاش ضربنا الشيلي خرجنا صافي، دزنا الدوزيام تور كيما قلت لك، وصلنا وصلنا صافي، وصلنا لداكشي اللي بغينا زعما صافي. وسالينا واحد الدري كان جا عندي تما في هولندا، وجا عندي ودادي واحد الدري كان ساكن في هولندا ما تنعرفوش، جا عندي فان هذا تصور معايا، قال لي تنموت عليك وراك عزيز عليا وهذا، قلت الله يحفظك، قال لي انا امنيتي اخويا التوني ديالك اذا ممكن صافي. عطيت التوني ديالي من مورا الماتش ديال الشيري، عطيت التوني هذا ويقول لي راه بغيت نعرض لك هذا الجميل هذا انا كي غنعرض دورك، قال لي لا ما تعرضوا لي ما والو الله يحفظك، قلت له ما كاينش المشكل هذا. هو يقول لي لا، قول لي هذا نعيط لك كذا ونتلاقاو وهذا، وباش نعرض عليكم تعشاو في شي بلاصه، قلت لي ما عرفتش واش عندنا الحق نخرجوا ولا لا، المهم سير اخويا سير اخويا هذا. ويقول لي لا صاحبي فيت في كذا، انا مع درس ما كنت نعيط ديما في الشومبر انا ومحسن وياجور، درس محسن بغيت تعشى في هولندا يلا ايوا صافي. مشيت انا ومحسن ذاك النهار خرجنا، وكان يعني كان وقع لنا مشكل كبير مع جمال، ما كانش ما كانش عندنا الحق نخرجوا ايوا صافي. خرجت انا ومحسن وكان ناش هادشي واش تكون عارف تسمعني خويا دابا مزيان، دابا مزيان احركتيه احركتيه وي دوزتي لي البركه الخيط حقيقه الخيط. قلت لك
قلت لك اخويا سميتو صافي، وهذه انا ومهدي رجعتو لقيتو فتحي جمال ديك الساعه داير لكم اجيو. حنا ما عندنا، شوف ديك الساعه خرجنا ما بغيت محسن، شوف ما نفكروش دابا يلاه نخرجوا وصافي تنرجعوا ويحل الله صافي. لي لا لا صافي مشينا هذا خرجنا كذا راجعين، عيط لي باقي عاقل نبيل زهر، عيط لي قال لي دوليو فينك؟ قلت له انا ومحسن حنا جايين. قال لي يا جمال تيقلب عليكم معلم. صافي قلت لي صافي، قلت لي واش فينا بلاصه واقف هو وكذا، كاع الاسئله ديال كتولي يا صافي. ومحسن تيقول لي قلتها لك دوليو، قلت لك راه بعاد مني شريتيها ليه؟ بعاد مني قلت لي تتعشيتي وليتي زوين. صافي قلت لك صافي دخلنا وكي غنديو. دابا المشكله داك الدري فاش جبنا غادي يحطنا حدا داك لوطيل، غيحطنا من اللور، كاين واحد الغابه باش تدخل من اللور بالجمال ما يشوفناش من الدخله. ما جالسين حنايا جالسين دايزين من اللور، كاين واحد الغابه مع داك صاحبنا بغى يحطنا بالطوموبيل، حنا ما كنفهموش الهولنديه. تا خونا غيحطنا ويبدا يضحك. قلت لي العاود علاش كضحك يا حبيبي؟ ويقول لي قالوا دابا في الاخبار، قالوا زعما في الراديو قالوا شي نمر نمر هرب في هاد الغابات. ماشي نمر بونتيغ، قال لي واحد البونتيغ قال لك قال كيف في هاد الغابه اللي مورا هاد لوطيل اللي غنتوما فيه. قلت له اخويا كاين غابه واحده هي، ولكن اللي واعر في هاد المواقف اللي كل شيء هو يهجر. تيقول لي اخويا انا قلت له شتي يعني اخويا انا كنت جالس. وتخيل اخويا انا وليتي واحد معاهم وليت معاه حلم مع محسن، تنقول لي يا محسن خويا انا خويا جبر لك انا صح، انا جمال كيتسنى فيك انت بوحدك، انا وياك اخويا، وانا كنت دوزيام كابيتان يعني انا ليا مشاكل كثر. وصافي هذا حطنا داك خونا وقال لك راه كاينه بونتيغ. ما تلقيتوش بعدا مع داك ما تلقيتوش مع النمر والله ما البونتيغ ولا جمال في هذيك الوقيته اخويا. او صافي اخويا او صافي قلت لك صافي حطنا تما محسن، قال لي هذاك الجاد اللي عندي ديال لاكوب ديمون نحطو هنايا في هاد الغابات. او صافي حطنا اخويا ما حطنا داك خونا، قلت لي اخويا دخلنا شويه جاتني الضحكه عالم. قلت لي تنفكر هذاك الوضعيه وذاك الجو، لا اله الا الله. قلت لك اخويا صافي، قلت لمحسن انت قلت لخونا واش تقدر تدخلنا شويه خرفنا شويه اخويا، ما كانش كان الشجر وداك الشيء ما حطنا تما مع قلت لمحسن العود يلا دير بكبير ليا، هذا احسن ابير في حياتك خصك ديرو اليوم. سبرينت سبرينت يا معلم صافي. واحد يوحق الله العلي العظيم، انا عمرني تنسحب راسي عندي الخفه لديك الدرجه. شوف مشينا بزاف غاديين بحال شي اي حاجه كتبان لك كتحرك كتقول صافي هي يعني فونطيع. ذكريات ذكريات. والوعره ما تيزقلش، والوعره داك البونطير واخا طير حتى الطير ما يزقلكش تيجري. كي وصلت 80 في الساعه واخا طير حتى الطير ما يزقلكش. وهذا هو المشكل دابا وليتي كتشوفها من جميع النواحي. راه سبحان الله حنا خرجنا اليوم جمال من عشتها وكيتسناك وخويا نيتو نيتو نيت جمال طايره في هذيك اللحظه. نيت جمال عالم 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 جمال اخويا ديك الوقيته ويا زور يا زور ملي خرجنا وتيقول لي علاش اخويا. تحية المحسن زداني قسمعك من بلاصه اخرى، زداني قسمعك من بلاصه اخرى. قال لك زداني قسمعك في لاشون. ومحسن كنا تنجلسوا ديما انا وياه في لاشون من يعني 3 سنين ولا 4 سنين، 4 سنين من معموره وداك الشيء ولي ماتش كونسونتراسيون هذا ديما انا وياه في لاشون يعني. وصافي وهذاك النهار قلت لي واش نمشيو نتعشاو؟ قلت لي غادي نمشيو نتعشاو ونرجعوا. قلت لي هذا تيقول لي اسير اسير هذا يلا معلم، تيقول لي اسير. وصافي يعني ديتو شويه بالزز يعني جريتو معايا وصافي داكشي علاش طبخ لي راسي من مورا القهرية. شتي جينا هادي وليت واحد معاه هو خويا. قلت لي اخويا شنو بغيتي دابا؟ واش بغيتي دابا؟ صافي فات الحال اخويا تلقى. وديكريات زوينه هادشي اللي كاين مورا مورا ولا كوب دي موند من غير هادي كانت وقعات شي مكيتا شي لعيبه بحال هكا شي حاجه في لي كوليس ما شدتهاش لي كاميرا ما كيعرفوهاش الناس بزاف.
خويا انا والله ما عقلتش دعتي راه كون جيتي في ديك الوقيته معايا انا يوميا كان كيوقع فهمتيني يعني كنت انا شويه فهمت الضحك واللعيبات ما اه والله ما عقلتش لا ما عقلت نعاود لك على وحده في لاكوب دافريك عارف كنا في لاكوب دافريك وكنا غادي نلعبوا مع البنين كنا في البنين وكان يلا وصلنا والظروف ديال لافريكا كعارف داكشي تما داكشي شويه على قد الحال عطاونا واحد الشاليات ودوك الشاليات بلا شراجم فهمتي تيبان لك الهواء الناموس. فهمتي لا والوعره، الوعره في لافريقيا شناهي؟ الناموسه ماشي بحال ديال المغرب، الناموسه لا تما مترينيا تما مترينيا بحال من الكورتان، تسمع في ودنك بحال شي طياره، تتحس صاحبي بها جاي. وبريس كبير وداكشي وي صافي كتولي عادي داكشي كتفاعل مع داكشي مع الوقت كيولي داكشي صافي جاري بيه العمل ولكن حنا شنو تأقلم وقع معك. لينا وقع لينا اكثر من طبو بريز وشني ولا ولا حنا وقع لنا شي حاجه اللي بصح كتخلع جالسين اخويا الله وصلنا النهار الاول الثاني تنترينيو وحنا نسمعوا واحد هادشي سمعنا فين؟ في البناء، البناء هادشي. وبينا قلت لك هذا هو يقول لينا جالسين بحال هكا كنسمعوا اخويا حنا اصلا مخلوعين تما ديك البيئه فهمتي ديك البنين شويه فهمتي كيعاودوا عليهم فهمتي قتاله قباح عندهم الفقر وداك الشيء فهمتي حنا ما سوقناش حنا غاديين في امان بلاصه غتكون سيرمون فهمتي لا فيدراسيون داك الشيء بعيد على هذا الشيء هذا جالسين اخويا ما علينا ما بينا كنت نسمعوا اخونا قتلوه اخونا قتلوه نقول اخويا شكون اللي مات الجول ديال البنين الجول ديال ليكيب ناسيونال ديالهم مات باش مات اخويا مع كنطلو بحال هكاك نزلنا شفناها صاحبي حدا الدخله طايح بنادم مات حدا الدخله ضاربين تما في الوقيت اللي كنتو جالسين اوتيل انتوما. صاحبي في الدخله دابا ما كانش ماشي اوتيل هذا بحال قلتي شاليات حدا البحر فهمتي وكاين عندك الدخله بحال ديال الباركي كتهز هذاك البارير فهمتي وكتدخل هو لقيناه طايح حدا ذاك البارير يعني هو خرج وكيفاش هذه القضيه كيفاش هو خرج دابا كاينين عصابات تما قناو ليه وهذا الجول ديال البنين كان محترف في فرنسا كيسيفطوا لك اش كيديروا لك كيسيفطوا لك البنات كدير معاك شي وحده هذا انت كتمشي معاه زعما جيت البحر كذا وهذا وكيتلقاو لك هما مع الدجمه مظلمه الدعوه تينزلوا عليك صافي مشى خونا داكشي اللي طرا ليه جاي شنو الغرض ديالو؟ من الفلوس ولا هاي باش فلوس يقتلوا بنادم؟ فلوس حيت هذاك خونا كان كيلعب برا كان كيلعب في فرنسا يعني حتى هي عارفه شنو تعزل ما خداش شي واحد من دوك البنينين هذاك هو غيكريسيها قلت لك يا حبيبي هذا الشيء اللي كاين قلت لك صافي وقفنا كنشوف في خونا ديال البنين طايح ميت السيد شناها صاحبي السيد الدم ديالو صافي كيخرخر السيد مات هذه بداية ديال كوب دافريك مع الاول هادشي قبل ما تلعبوا الماتش هذه الاول يلا هادشي كله. عندنا الماتش الاول بعد غد ليه يلا وصلنا النهار الاول هذا النهار الثاني وقع فيه هذا الشيء باقي نهار الماتش الاول صافي اخويا قلت لك شنا خونا بنادم القلب تيضرب يا جور سيرتو دوك الدراري ديال برا كان معنا نبيل الزهر راشي تيبركاني واحد كيلعب في لاجاكس واحد كيلعب في فادو جبل لي واحد فهمتيني مشرمل تمايا صافي قلت لك لا بالنسبه وهذوك لهذا اتمنى الله الاكسبيريونس، الاكسبيريونس ديال لافريك بوحده الصراحه. حتى حنا دي فوا تتمشي ديبلاسمون مع المنتخب ولا مع شي فرقه زعما الله يكون في العون، صعيب بزاف. واخويا هذيك ديبلاسمون هذيك اكسبيريونس واعره بزاف. هذيك لافريك خايبه بالصهد بالجمهور ديالها خايب بليزاربيتر فهمتي بشحال من حاجه ولكن هذا الشيء اللي وقع علينا حنا شتي الموت يعني ماشي داكشي ديال لافريك هادشي راه ديال فهمتي يعني شتي الموت على عينيك وشنو هي اللي ضغطنا خلعتنا يعني فريمون خلعتنا انه هو جول ديالهم جول ديال بلادك قتلتيه انا كنبانو اليوم حنا بحال شي نقالزه يا صافي اخويا قلت لك اخويا بدي جالسين في الشومبرا بنادم ما حياتك تفكر في كوب دافريك ما حياتك اخويا تفكر في هذا الشيء اللي واقع ونعسوا بعدا جاكم نعاس ولا جاكم نعاس ولا والو ديك الليله واقيلا محاش نعس. هذاك الكوب دافريك الوحيد اللي ما نعسناش جوج في الشومبرا كنا كنعسوا ثمانيه فهمتي كتلقى ثمانيه هنا سته خمسه هنا كنعسوا مجموعين كنا عرفتي الشومبرا كبيره راه كتلقى شرجم كبير والو فهمتي الخوا ما كاين لا فدريش لا فهمتي يعني راه ما نعاودش لك كتقول دابا شي واحد غينقذ ليا من هنا اخويا ما نعاودش لك اخويا عانين بهذيك كوب دافريك راه مشينا لكوب الكوب دي موند بحال كنتي في جهنم دخلتي للجنه صافي الله تيانا تخبرين لا لعبنا صاحبي وسط من
ما عرفنا واش ماشي كاع حشومه اللي تقال عليه حرام تقول لي عليه غازا، ما عرفتش شنو هو اخويا حنري وفي طوفه وهذا وكان خصك هذا. المهم قلت لك اخونا في الله مات، مات حنا الغد ليه جالسين ترينا في الصباح في العشيه جالسين كنوجدوا الماتش ديال الغد ليه. المهم وصلت ديك السبعه العشيه ظلمات القاضيه شويه جالسين في الشومبر لاعبين بلاي ستيشن تنوعق انا ومحسن انا وياجور رابح الزهر وبرقادي وقيله ولا مساسي. المهم حنا كنا دغيا كليكه جالسين تنلعبوا وكذا وي انت كتسمع هذيك باق 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 عرفتي ديك طق طق ما عرفناش ديالها شحال هذيك الطق طق قرطاس ولا شنو بحال القرطاس هو حنا هنا قلنا قرطاس وشويه وي 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 تقطع الضو ايوا صافي ابا طاح ايوا شوف بغيت مي بغيت مي ما بقى لا كوب دافريك الجابني كوب ديال الجابني لا باع لا والو وتشوف لا انسان باغي يعيش اصاحبي والواعر هي الظلام وعندنا الشراج متقوبين ما تعرف بنادم منين غيتسلط عليك ما والو ما ما تعرفش شنو اللي غادي شوف مع الظلام هادي مع الظلام الحمد لله فهمتيني صافي ما كيبانش اش غيطلع صافي بنادم كيشاهد شي تيقرا قران ما عارفينش كنسمع هذوك عواز اللي زعما حاضرين برا تيديروا بلوغتهم ديك خرج سطن عاوز راسين كتقول صافي هادو تيبلاني هادو غير العصابه جات فهمتي ما صيفطوش على واحد صافي اخويا مع ديك خلعه وديك اجواء اخويا ما نعاودش لك وصافي اخويا وفي الاخر اخويا لقيناه انه كان عطاب اخويا عطاب تقني في الضو وديك طق طق خويا داك السيركويات واخويا هذه ماشي من الطرائف هذه من الطرائف اللي كانت غتقشلنا كتخلع كنا غنموتوا في الخلعه واخويا الشيء اللي عقلت عليه شويه ما شويه من بزاف كما تنقولوا وين بزاف هادشي اللي كاين مورا لا كوب دي موند رجعتي للمغرب شنو اللي تبدل ديك الساعه في الفريضه شنو الكاركتير ديالو اسمح لي ما سمعتيش شي بيريود قلت لك مورا لا كوب دي موند دخلتي هي فاش كنتي مشيتي لقبرص شنو تبدل ديك الساعه فريضه مورا لا كوب دي موند ديك الساعه الاكسبوا دومي فينال كاتخيام في النيفو مونديال اكسبلوا زوين مغاربه كلهم فرحانين ديك شنو اللي تبدل ديك الساعه مورا فاش دخلنا لاكوب دي موند خويا ديك لاكوب دي موند يعني الدراري كاملين اهم حاجه يعني حنا استفدناها هي الاكسبيريونس سمح لي اخويا رضا غير نجاوب الناس على قبل لي كومونتير حتى الاخر ان شاء الله وغادي ناخذوا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال لي كيستيون باش نطرحوهم على رضا حيت سينو لقينا كنقراو لي كومونتير كلهم ما غاديش يمكن غادي نقدروا ندوزو هنا حتى بعد غدا بحال هذا الوقت بعدا راه عنده واحد الخدمه خصو يكملها اليوم لا ياك انا على الفارق ديال الوقت وصافي اما انا كان على راس العين مرحبا خويا طارق اني عارف اللي كاين عارف اللي كاين دونك الاخوان اللي سمحتوا ان شاء الله حتى الاخر تبقى ديك 5 دقائق وناخذوا لي كومونتير نهضروا عليهم ان شاء الله وكل الاسئله اللي بغيتوهم راه يجاوب عليهم رضا مرحبا قلت لك اخويا فين خلينا في مورا لا كوب دي موند ليكسبوا ديك الساعه مورا لا كوب دي موند ليكسبيريونس اللي قلت لك اخويا استفدناها كامله هي انه بنادم عاش واحد التجربه كبيره لعبتي مع لعابه كبار يعني خرجنا سيوتو بزاف ديال اللعابه ديك الوقيته عبد الله نقولت انا ويا جور اللي كنا واخا جونيور كنا كنلعبوا مع ليكيب بريمير يعني يعني شويه كان عندنا شويه ليكسبيريونس زايده على الدراري الاخرين يعني كنا لعبنا مع الجمهور بنادم لعب ديربيات لعب كذا اما الدراري كانوا واخا عندهم نيفو كبير كانوا فراقيهم شي محاطو في جنيور شي ما كيدخلوش بزاف فهمتي مي هذيك الماتشات تما وداك الشيء حتى اللعابه ديال برا نبيل زهر الشيحي هرماش احمدي تاي كاملين كانوا ما كانوش كيلعبوا مع فراقيهم كانوا عندهم مشاكل يعني غير الدراري ما عندك لا كوب دي مونت سيرتو الدراري ديال برا حيت مشاو سامح لي اخويا رضا التايمينغ ديال انستغرام تيعطيونا ساعه ديال اللايف غادي نقطعوا ونعاودوا نكملوا الحديث الشيق معك بيان سور مرحبا من واشنطن مباشره من واشنطن دي سي سي رضا دوليا زال الضيف ديالنا اليوم تبارك الله عليك بقاو معنا مرحبا زابيوش الله يحفظك اتسويت